السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ وحشينا والله. بصوا، انا النهارده هعمل رز ولبن. هعمل شوية رز ولبن. انا ولعت على الحلة اهو وحطيت المية. وادي الرز ده. وانا اهو هحط اللبن يا حبايبي اهو معاكم، اهو هحط السكر يا حبايبي اهو. هجيب برضو ايه الفالينيا واحطها. خليني احط البالينيا. شفت بعمل ايه يا حبايبي اهو. بصوا حبايبي، انا رجعت لكم. هو ده انا حطيت نشا يربط شويه، مقلبه في ميه وحطيت شويه ميه صغيرين، يعني معلقه واحده نشا بتاعه شاي على شويه ميه يربط بس. يربط واروح شايله طافي عنه. ويعتبر خلص كده بس. ايه يربط شويه يدخل. احط له طبعا حته قشطه بصوا حبايبي انا رجعت لكم. طبعا حته قشطه اهي حطيتها في الرز ده. اللي ما عندهوش قشطه يجيب وش الزبادي ويحطها. حطيت ايه؟ حتة قشطة. شايفين القشطة؟ صباحكو قشطة، صباحكو قشطة. بدأ يربط اهو معايا. بدأ يربط. حطيت حتة قشطة في الرز ابو لبن. انا رجعت لكم حبايبي. ادي الرز بتاعنا، الرز ابو لبن اهو خلص يا حبايبي اهو. حطيت له زبيب وجوز هند. قولي له بقى، قولوا لي ايه رايكم فيه. وانا عايزاكم تفعلوا لي الجرس وتعملوا لي لايك. وشكرا شكرا شكرا على اللي بيشوف الفيديو بتاعي. وشكرا الف 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 شكر من بعد ربنا. طبعا ربنا يخليكم، تفعلوا لي الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.